بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا جزيلا سي عبد الإله مرة أخرى، ومن خلال موقع أخبارنا سنة سعيدة لكل المغاربة ولكل الطاقم المتميز اللي في أخبارنا. فبالنسبة يعني الجديد ديال قانون المالية ديال 2021، اللي أكيد هو أنه كاين هناك يعني تحفيزات جد جد مهمة بالنسبة للمقاولات المغربية، باش انه ربما تسترجع العافيه ديالها ان شاء الله قريبا. ف يعني نقدر نقول لك بان من بين اهم يعني الاجراءات اللي اتخذت يعني في خلال هذه السنه 2021 هو الاعفاء الضريبي للمقاولات اللي غادي يخدموا الناس، يعني باش نهضروا بهذا يعني بهذا الطريقه باش يخدموا الناس وما يبقاش عندنا الاشكال من طبيعه الحال ديال البطاله. ف الاجراء اللي مهم جدا هو انه بالنسبه يعني كان في مشروع القانون الماليه كان يعني كان من المنتظر انه يكون اعفاء ضريبي على الضريبه على الدخل بالنسبه للناس اللي عندهم اقل من 30 سنه، فالان طلعت ل 35 سنه. ولكن اللي خص يعني كل يعني المغاربه يعرفوا بان كاينين من طبيعه الحال شروط باش انه المقاوله ممكن انها تستفد من هذا الاعفاء الضريبي. فالشروط اللي كاينه هو انه يعني خص يكون المشغل يعني كي يركروتي او كي يدخل هاد الاجير، يعني هاد الاجير يكون عنده اول عمل ديالو، يكون السن ديالو اقل من 35 سنه، ومن طبيعه الحال عنده الاعفاء لمده 3 سنوات. يعني انه بصيغه اخرى انه الناس اللي كانت مثلا غادي يعني تعطي واحد المبلغ او اجر يعني صافي ديال واحد المبلغ ديال 10000 درهم، ربما كان غتحمل واحد مثلا واحد 2000 درهم ولا هذا ديال الضريبه على الدخل. الان يعني هاد الشركات يعني معفات من انها تخلص هاد الضريبه هذه. واللي مهم جدا هو انه الشروط انه يكون هذا العقد يعني سي دي، ما يكونش سي دي دي، يعني يكون عقد سي دي باش ان المقاولات تقدر تستفد من هاد الاعفاء الضريبي هذا من طبيعه الحال. ايضا كاين مستجد اخر اللي انا بالنسبه لي مهم جدا، لانه من بعد الجائحه كنا دائما تنهضروا على الاشكاليه ديال البطاله، يعني النسبه المئويه اللي طلعت ما فوق 12%. فالقانون المالي الجديد اعطى واحد يعني لا بغينا نقولوا تحفيزات للمقاولات باش انهم يخدموا الناس اللي تاثروا بصفه مباشره من هذه الجائحه. يعني انه الناس اللي خرجت من الشغل ديالها ما بين شهر 3 2020 وشهر 9 دائما في 2020، عندهم المقاولات عندهم الحق انهم يعني يركروتيهم او يشغلوهم وكيعطوهم الاعفاء الضريبي لمده سنه. يعني المرحله الاولى اللي هضرنا عليها هو اقل من 35 سنه عندهم الاعفاء لمده 36 شهر، يعني من التاريخ ديال لو ريكروتمون، او يعني من التاريخ فاش كيلتحق الاجير بالعمل ديالو. هاد الناس اللي يعني فقدوا العمل ديالهم ما بين شهر 3 وشهر 9 عندهم لمده سنه، ولكن الشرط ايضا انه التشغيل يكون خلال سنه 2021. ومن طبيعه الحال نزيدوا ناكدوا بانه الناس اللي كان عندهم واحد الاجر ديال اكثر من 240 الف درهم هما اللي يعني اللي غادي يخلصوا هذيك الضريبه التضامنيه او ذاك المبلغ التضامني من خلال الاقتطاع من الاجر ديالهم، ماشي 120 الف درهم. لان في الاول يعني في مشروع قانون كانت 120 الف درهم سنويا، يعني ما يعادل 10000 درهم كل شهر. في الاول في مشروع قانون بطبيعه الحال كانت 10000 درهم شهريا، 120 الف درهم سنويا. الان يعني المبلغ طلع ل 240 الف درهم، اي بما يعادل 20 الف درهم شهريا. هادو من بين يعني اهم الامور اللي المقاولات خصهم يعرفوها. ايضا مهم جدا اننا نذكروا بانه كاين تحفيزات ضريبيه مهمه جدا بالنسبه للمقاولات اللي كان عندهم يعني عندهم لا تاكساسيون، إدارة الضرائب صيفطات لهم واحد لافي واحد الإشعار باش أنهم يخلصوا قبل من جونفي 2020. يعني كاين الإعفاء ديال 100% ديال يعني هذاك لي زاموند ولي بيناليتي، ما كيخلصوهمش بصفة يعني بصفة أوتوماتيكية.
يعني إذا كانت كتسالك واحد المبلغ مثلا مبلغ معين وعليهم أموند وعليهم بيناليتي، إذا بغيتي تمشي تخلص دابا من طبيعة الحال عندهم الأجل حتى يعني حتى النص ديال 2021 باش يخلصوا هذيك المستحقات البرانسيبال وتيكونوا معفيين من طبيعة الحال من 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 هاد لي زاموند ومن هاد لي بيناليتي من طبيعة الحال. مهم جدا نشيروا أيضا بأنه كان هناك واحد الإجراء في 2020 اللي تم التمديد ديالو حتى 2021، هو بالنسبة للسكن يعني السكن الاقتصادي. السكن الاقتصادي كنعرفوا بأن الناس كانت ربما تكون عندها الإمكانية أنها تخلص السكن الاقتصادي وتجيب الكريدي مثلا باش أنها تخلصه، ولكن تبقى دائما ديك الإشكالية ديال المصاريف ديال التسجيل. الان يعني في قانون الماليه 2021 اعطى الحق انه الناس اللي غادي يعني يقتنيوا هذا السكن الاقتصادي غي يعني غيستافدوا من الخصم ديال 100% من الرسوم ديال التسجيل، يعني 100% ما كيخلصش كاع هذيك اللي في خيدون غوجيسترون ما كتخلصوش. ايضا بالنسبه كاين مبلغ ديال اقل من 4 ديال المليون ديال الدرهم غادي يعني يستافدوا من الخصم ديال 50% من التسجيل، ولكن طبيعه الحال كاين شروط. من بين بعض الشروط هو انه خصو يكون هذاك السكن غادي يكون هو لو برينسيبال يعني هو الاصل من طبيعه الحال، وهذه كلها امور مهمه ومهمه جدا. ايضا نبغي نذكر بانه يعني كانت لجنه اليقظه الاقتصاديه يعني يوم الاربعاء كانوا داروا واحد الاجتماع اللي بالنسبه لي اجتماع مهم جدا على ضوء يعني هذا التطور الاخير. عرفنا بان كاين مطاعم في الدار البيضاء وفي طنجه في مراكش اللي كان قرار ديال الاغلاق بصفه نهائيه لمده 3 اسابيع. فهاد القطاعات هذا القطاع السياحي ايضا، القطاع ديال المطاعم، القطاع ديال الالعاب، القاعات الرياضه ديال الخاصه بطبيعه الحال، وايضا دور الحضانه، هادو من بين يعني الانشطه اللي تضرات بشكل كبير جدا. وبالتالي فلجنه اليقظه خداو قرار انه التمديد هاد الفتره ديال الاعانه وتعطى هذاك المبلغ الجزافي ديال 2000 درهم حتى الشهر مارس 2021 من طبيعه الحال. اذا بالنسبه لي انا هادو اهم الامور اللي خصنا ناخذها بعين الاعتبار، وهذه اهم الامور اللي كتساعد المقاوله المغربيه باش تسترجع النشاط ديالها. ومن طبيعه الحال ايضا نهضروا على البرامج اللي كانت دارت يعني الحكومه للتصدي يعني لهذه الازمه هذه. بالنسبه للمقاولات كان يعني هذاك القرض ديال الانعاش تم حتى هو التمديد ديالو، لان في الاول كان حتى 31 في شهر 12 2020، الان تم التمديد ديالو باش ان المقاولات يزيدوا يعني يستافدوا من هاد البرامج هذه باش انهم يرجعوا العافيه ديالهم في اقرب وقت من طبيعه الحال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا